هلا والله متابعين، اليوم انا وين جايبكم؟ جايبكم على مطعم منفتح بمحافظة كركوك، واسم هذا المطعم بيتنا. يقدمون اكلات هي نفس بيتنا لو يختلفن احسن او اسوأ. تعالوا وياي وخلينا نتعرف على الاكلات اللي يقدمونها والمكانات اللي موجودة يمهم انا وياكم سوا. يلا، احلى شيء هو مطعم وحدائق بيتنا، كل يوم جمعة هم عندهم امسيات، واحلى شيء بيهم عندهم مكانات ترفيهية هي خاصة للاطفال، وعندهم مكانات هي خاصة للشباب، وعندهم مكانات هي خاصة للعوائل. يعني باختصار تعالوا أنا وياكم وخلينا نجرب الأكلات اللي موجودة يم مطعم وحدائق بيتنا، لأن يسوون يقولون أكلات كلش طيبة ويمكن حتى أحسن من الأكلات اللي موجودة ببيتنا. تعالوا أنا وياكم وخلينا نجرب الأكلات. ولا تقول المكان ما يفتح الشهية، وأني رأساً انفتحت الشهية وطلبت طبق مشاوي، ومن كل الأنواع المشاوي يعني طلبت طبق كامل مشكل. تعالوا خلينا نجرب الطعم مالتهم ونشوف شلونه مطعم وحدائق بيتنا. أول ما راح أبلش أكيد بالكباب العراقي. شوف لي الكباب مالتهم شلونه، شوف لي يا ما شاء الله يا رب. شوفه، خلينا نذوق الطعم مالته ونشوفه شلونه. بسم الله، مسوينا على الطريقة العراقية، الطعم مالته كلش طيب والله، واللحم مالته عراقي. وهنايا حاير بشنو أبلش لك، يمكن راح أبلش لك بالجنحان. خلينا نذوقها. بسم الله، الحموضة مالتها والتتبيلة تأخذ العقل. يعني صراحة أكل طيب ومكان راقي، أكيد تنفتح الشهية. هناية أكيد راح أكل التكة اللحم. نجيب ونخلينا كم قطعة. يا عيني هاي القطعة بيها شحم، وأنا كلش أحب الشحم على التكة. خلي نقول بسم الله، التكة مالتهم لحم عراقي والطعم مالتها كلش راقي. شوف لي إياها، شوف لي الجمال، شوف لي عمي. بصراحة تعالوا وياي وخلي أدليكم على العنوان بالضبط وين صاير مطعم وحدائق بيتنا، حتى أنتم هم تجون وتجربون الأكل يمهم والقعدة اللي هي تاخذ. مطعم وحدائق بيتنا العنوان مالته أبد ما تتيهوا، أنصح كل العوائل تزور مطعم وحدائق بيتنا. العنوان مالته محافظة كركوك، سايدين الكورنيش، قرب جسر الولادة.